مرحبا بكم في الحلقة 21. انظروا المسار هنا أصبح أصفر. إذن هل سوف نستطيع أن نركن السيارة ونتجاوز هذه المسارات ونجتازها، هذه المطبات كلها؟ إذن شاهدوا معنا، ننقل ناقل السرعة إلى الأمام ثم إلى الخلف. هنا في وضعية الأمام فرامل، هنا الفرامل، ثم نلف على اليمين ووصلنا. المرحلة 21 استزناها، كانت سهلة. فلنشاهد أو نلعب معا الحلقة 22. شكرا لكم وإلى اللقاء. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh.